السلام عليكم. اولا اتمنى ان تكونوا بصحه وعافيه. اليوم نتواجد بكافوغات بالقلعه بالتكنه العسكريه هنا. سنتوجه الى اونوت. غادي نمشيو ان شاء الله مع هذه الطريق القديمه. هذه الطريق القديمه هذه تسقطت، هذه الطريق ما بقاتش. الطريق اللي ولات دابا ديال اونوت الجديده هي هذه، هي غيتخرج مباشرة للطريق الكبير، يعني غيدخل من تما. اللي يجي اللي بغى يمشي لأونوت يدخل من هنا، يدخل في الطريق من هنا من هنا ويطلع. وكاين واحد الصندج غادي تما نصوروه، وهي هاديك نهودو لقرية أونوت نشوفو الأشغال اللي كاينة تما. أجيو استمروا معنا في المشاهدة، مشاهدة الفيديو. هذه هي الطريق القديمة ديال أونوت، كنظن بلي تسقطت، يعني مبقاتش هاد الطريق، على حسب واحد السيد قالني ليه على أي التكنة العسكرية. هي هنا الفوق، سبق لي وثقت في الفيديو على التكنة العسكرية. اللي بغا يتفرج مرحبا، شوف التاريخ ديال التكنة العسكرية. الآن غادي نتوجهو إلى أونوت، ندير واحد الإطلالة تما. شوفو الدواء كي دايره، منطقة كافوغات تمتاز بغطاء غابوي ممتاز. الطريق ديال أونوت هي هاديك، هاهي راه تبعنا من هنا، هادي هي تمام. هي الطريق ديال أونوت اللي غادي تكون رسمية، هادي انتهت. شوفيني، اللهم مستقبلا نولدو نديرو لها شي مسار اخر، لا معرف. حاليا وصلنا لهذا المرتفع اللي كيؤدي لقرية أونوت. الطريق قديمة هي هادي، راه مبقاتش. هادي الطريق كدير المقبرة، كتخرج حتى فوق التاهية. الطريق اللي غادي تكون رسمية هي هادي، غيتهود مباشرة للطريق الكبيرة ديال تافوغات. هذه هي الطريق الرسمية، هذا واحد الصندوق ديال الماء تم إحداثه مؤخرا، زويدوه بالطاقة الشمسية. هذا مشروع جديد. ديال تزويد المياه للمواشي، كذلك لحيوانات أخرى تستفيد بهذا المياه. وغادي نتوجهو حاليا إلى أونوت، اللي كما تشوفو راه كانو دارو القطرون. غادي نشوفو الجو كيفاش داير تما في أونوت. الأشغال راه وصلت حتى لهنا، علاش؟ لأن هاد الطريق مزال مكملتش، راهم عاد باقي الأشغال فيها، بقينا يخدمو على الحواف. بلائيين سنتوجهو إلى أونوت. شوفو الطريق دابا مزفتة بشكل جيد، مزيان يعني، معقول نقول مقبولة حسب الطريق، يعني ماشي شي طريق اللي هي دائمة الحركة هذي، لكن مقبولة الطريق من حيث التزفيت. دوار أونوت ها هو لي تا هو دارو لو التزفيت لداخل، وباقي الأشغال باقي تما الأشغال. هيا بنا استمروا معنا في المشاهدة. منطقة سياحية بامتياز دوار أونوت، أنا بالنسبة لي نعتبرو بحال شي عروسة، عروسة منطقة بنيزنس. علاش كنسميها العروسة ديال بنيزنس؟ يعني إلا حكرتو جاية في واحد المنطقة عالية وجاية للجرف، و المرتفع ديالها هو اللي كيخليها بحال شكل تاج ديال العروسة، اللي دا الألوان ديال المنازل البيضاء
ذاك المسجد ديال سيد علي وسعيد وياك قلت لهم انا غير طابي والله الطريق زوين. مبروك عليكم الناس ديال تاونوت، الناس ديال اونوت مبروك عليكم، الطريق والله لا تستاهل. هنا في كتكون الوعده ديال اونوت اللي كتكون في شهر 8 هذا العام، نحضروها بقى حتى حنا راه سابقا الا كتبت ان شاء الله هذا العام نحضر. مقبرة سيدي علي وسعيد، سيدي علي بن سعيد الله يرحم جميع الأموات، أموات المسلمين جميعا. الراحة والسكينة، المؤمن اللي بغا يرتاح يرتاح له. هكذا وقفة هنا، هكذا وقفة يحضر لنا الحضر. هل تريد ان تكون